بسم الله. اي شكل في برنامج البلندر بيبقى ليه نقطة مركز زي دوت. ده لما ادي له امر روتيت او ادي له امر ترانسفير او امر سكيل بيبقى هو ده نقطة المركز بتاعتي. يعني لو قلت له روتيت مثلا، تمام، بيتحرك حول نقطة المركز ديت. طب اقدر انا محتاج ان انا احرك نقطة المركز، يعني مثلا جيت على الشكل دوت لقيت نقطة مركز هنا، انا عايز اوسط نقطة المركز في نص الشكل. باجي من اوبجكت ترانسفورم واقول له اورينت تو جيومتري، خلاص كده بقت نقطة المركز معايا في قلب الشكل دوت، بيتحرك حوالين الشكل، حوالين نقطة المركز. طب اقدر انا عايز احط نقطة تانية، يعني انا جيت على الشكل دوت محتاج ان انا احط نقطة المركز هنا. طيب كده انا محتاج ان انا ادوس هنا كليك شمال في النقطة ديت، تمام، دي كده بقت نقطة المركز تحتي اللي انا هقدر انقل خلالها. ممكن اقول له اوبجكت ترانسفورم اورينتد تو 3 دي كروسر. كده لما هاجي اقول له روتيت هو كده يتحرك حوالين النقطة ديت. نفس الموضوع لما اجي اقول له موف، دي نقطة المركز اللي بحرك منها.